الضيوف المهتمين بهذه اللعبة اللي جاو في السيسان باش يتعرفوا عليها لأول مرة أو بعد الحضور عدة مرات، من بينهم الدكتور نزار الهملاحي. مرحبا بك وكل الضيوف الكرام، كل واحد باسمه وصفته طبعا، نساء ورجال مشكورين وأهلا وسهلا بكم. مصيبة وحدة صعبة غادي بها، هذا مصيبة كم جاسة حقكم؟ لما يفوتني طبعا نتوجه التحية للجنة.